ابراهيم، مدرس في قسم الاناتومي بجامعه المنصوره. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من الهارت، اللي هو هيكلمنا عن الانترنال فيتشرز. المفروض طبعا ان احنا عرفنا الاكسترنال فيتشرز اوف ذا هارت، فالجزء اللي بعد كده المفروض ان احنا بقى نشوف الهارت من جوه ايه الفيتشرز اللي موجوده فيه. وبرضه هنتكلم عن بلاد سبلاي في نهاية الفيديو بتاعنا. خلونا نبدأ. أول حاجة أنا عندي طبعا عرفنا من الاكسترنال فيتشرز إن احنا عندنا 4 chambers: right atrium و right ventricle و left atrium و left ventricle. هبتدي بال right atrium. هناخد ال رايت اتريوم، هفتح الوول بتاعه زي ما احنا شايفين كده، الانتيرور وول فتحتها وعملت لها ريفليكشن وبصيت عليها، فلقيت ان الانتيرور وول بتاعته مالها بتبقى رف. الرفنس ده سببه ايه؟ سببه وجود اللي هي الماسل فايبرز احنا شايفينها دي، بسميها ماسكولاي بيكتيناتي، بتبقى عامله زي اسنان المشط كده، تمام. وبتبقى معاها كمان حاجه اسمها كريستا تيرمينالز. انتوا خدتوا في الاكسترنال فيتشرز ان في من ضمن الفيتشرز في الرايت اتريوم على الاوتر سيرفيس بتاعه سالكس تيرمينالز، ده بيقابله من جوه الكريستا تيرمينالز، هوريها لكم في صوره تانية. ودول الاسباب بتاعه الرفنس بالنسبه للانتيرير وول. بعد كده هبص على البوستيرير وول، هلاقيها بتبقى سموث بوستيرير وول، فيها الاوبننج بتاعه الانفيرير فينا كيفا اهيت، ده المفروض الاوبننج بتاعه السوبيرير فينا كيفا، زائد كمان الاوبننج اوف ساينس هنسمع عنه النهارده اسمه كروناري ساينس. دول الاوبننج بتفتح في الرايت اتريوم، فبالتالي الوول هنا بيكون سموث. الوول التالت اللي هنشوفه اللي هو السبتال وول. السبتال وول اللي هي بتفصل الرايت اتريوم، الاوضه بتاعه الرايت اتريوم عن الاوضه بتاعه الايه الليفت اتريوم، دي اللي موجود فيها زي ما عرفنا حاجه اسمها فصه اوفيلز، اند سراوندد المارجن بتاعتها بتبقى سراوند بحاجه اسمها انيولوس اوفيلز، يبقى دي الفصه اوفيلز وهنا عندي الانيولوس اوفيلز، تمام كده. والريمينانت بتاعه الايه امبريولوجيكال ريمينانت، ممكن عرفتوا القصه دي في الامبريولوجي. ده بالنسبه لل وول بتاع الايه الرايت اتريوم من الداخل، انتيرير وول او بوستيرير او سبتال وول. طب ايه الاوبننج اللي موجوده؟ هنا الصوره هتوضح لي برضو، ادي الانتيرير وول كده هي اوبند وريفلكتد، ادي شكل الماسكولاي بيكتينيتي، ودي هنا الكريستا تيرمينالز. البوستيرير وول زي ما قلنا فيها الاوبننج بتاعه السوبيريور فينا كيفا، الانفيرور فينا كيفا، وال الاوبننج اوف ذا كورونري ساينس، هنا الفصه اوفيلز وادي الانيولوس اوفيل. طيب بالنسبه للايه دي كده قلنا الاوبننج، هزود عليهم ايه كمان؟ هنزود الاوبننج بتاعه الترايكاسبيد فالف. المفروض ان الرايت اتريوم بينزل البلاد للرايت فينتركل، فالاوبننج اللي هتعدي البلاد هنا بتبقى جاردد بفالف اسمه الترايكاسبيد فالف، ودي الاوبننج اللي موجوده في برضو في الرايت اتريوم. بلس كمان بيبقى عندنا اوبننج اللي حاجه اسمها الانتيريور كاردياك فينز والفينا كوردس مينيماي، ودول بيبقوا تبع الفينوس درينج اوف ذا هارت، هنتكلم عنهم في نهايه الفيديو بتاعنا. يبقى دي مجموعه الاوبننج اللي بتفتح في الرايت اتريوم. يبقى سوبيريور فينا كيفا اللي هي اي، والبي اللي هي الانفيريور فينا كيفا، والسي هتبقى الكوروناري ساينس اوبننج، نمبر 4 هو الترايكاسبيد اورفيس اللي هي جاردد بالترايكاسبيد فالف. ننتقل بعد كده للتشامبر الثانيه اللي هي الليفت اتريوم. لو فتحت الوول بتاع الليفت اتريوم هلاقيه مقارنه بالرايت اتريوم بيبقى سموث، مجرد الرفنس هنا بيبقى موجود اكتر في الليفت اوركل، تمام، اللي هي الجزء اللي هو بروجكتد من الليفت اتريوم، ودي عشان برضو الايه الرفنس نفس الفكره بتاعه الرايت اتريوم، لكن هو بيبقى سموث بالمقارنه بالرايت اتريوم. والماسكولاي بيكتيناتي زي ما انتم شايفين اهوت موجوده بس في الايه الليفت اوركل. طيب بالنسبه للانتر اتريال سيبتوم بتاعها بيبقى بس بليز انتيريورلي او لاي انتيريورلي في الليفت اتريوم. طيب ايه هي الاوبننج اللي موجوده في الليفت اتريوم؟ هيفتح فيه
طبيعي الفور بولموناري فينز عرفناهم في الاكسترنال فيتشرز. احنا عندنا في اتنين رايت بولموناري فينز وتو ليفت بولموناري فينز. عندي اور رايت ولور رايت بولموناري فين، اور ليفت اند لور ليفت بولموناري فينز اللي هو كاري الاكسجينيتد بلاد فروم اللونج تو ذا هارت. بعد كده هيبقى في كونكشن ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل عن طريق الميترال اورفيس اللي هي جايدد بالميترال فالف، ودي مجموعه الاوبننجز اللي بتفتح في الليفت اتريوم. فينا كوردز ميموري دي بتفتح في معظم الهارت تشامبرز، فبتبقى ايتم ثابت في اي ايه في اي تشامبر بنقولها مع الاوبننج. بعد كده عندنا الرايت فنتركل، هنفتح الوول بتاع الرايت فنتركل وهبص عليه هنشوف ايه. هو طبعا بيظهر في الكروس سيكشن لو قارنته مع الليفت، هو بيبقى سيمي ليونر ان كروس سيكشن، بينما الليفت فنتركل فبيبقى سيركلر. والسيكنس بتاع الوول هنا بيبقى اقل من السيكنس بتاع الليفت فنتركل، وده هنشوفه في المقارنه بينهم. وبعدين هيبقى من الداخل مقسوم بحاجه اسمها سوبرا فنتريكولار كريست. كريست هنا بتقسيم للجزء اللي سموز ده من الجزء الرف اللي تحت، زي ما شايفين هنا في رفنس وفي ايه يعني حاجات كتير، لكن هنا الدنيا رايقه وبيبقى سموز. فده اباف السوبرا فنتريكولار بارت، الجزء ده بسميه الانفانديبولوم، بسميه ايه بسميه الانفانديبولوم، وده اللي سموز بارت، ده اللي بيؤدي الى الاكزيت بتاع البلمونري ترانك، دي المفروض اللي هي البلمونري ترانك. طيب الجزء اللي هو اللي تحت السوبرا فنتريكولار كريست بسميه انفلوينج بارت، وده بيبقى فيه رفنس ليه نتيجة وجود ماسلز، ايه هي اسمها ترابيكولا كارني. خلي بالكم في الرايت اتريوم الماسل فايبرز اسمها ماسكولاي بيكتينيتي، هنا بتبقى ترابيكولا كارني، شكل الترابيكولا كده مش شبكة ومتلعبكة زي ما انتم شايفين، وبعدين بيبقى فيه زي فينجر لايك بروجيكشن اهو شايفينها كده، دي اسمها بابيلاري ماسلز. طب ايه البابيلاري ماسلز دول؟ دول ثلاثة بابيلاري ماسلز موجودين في الرايت فنتركل، انتيرور بابيلاري وبوستيرور بابيلاري وسيفتال بابيلاري ماسل. من كل بابيلاري ماسل بتخرج زي ما انتم شايفين كده فايبروس سيبتي بتمسكها، بتمسك من البابيلاري ماسل للكاسم بتاع الفالف اللي هو اللي هنا ده اللي هو الترايكاسبت فالف، فهو تراي يعني له ثلاثة كاسبس انتيرور وبوستيرور وسيبتال كاسب. يخرج من الانتيرور بابيلاري والبوستيرور بابيلاري والسيبتال بابيلاري برضه الكوردا تنديني اللي هو بيمسك البابيلاري ماسل مع الكاسبس بتاعت الترايكاسبت. فبما انه له 3 كاسبس فيبقى عندي هنا 3 بابيلاري ماسلز بيمسكوا بالكوردا تنديني مع الكاسبس بتاعت الفالف. زائد كمان بيبقى موجود في الرايت فنتركل بيميزه وجود المودريتور باند، ودي جزء تبع الكوندكتنج سيستم بتاع الهارت. ده الكوردا تنديني وهو بيبقى ماسك ما بين الكاسبس وما بين البابيلاري ماسل، بحيث مع الكونتراكشن بيشد الكاسب يفتح الايه الفالف وما يرخي بيقفل الفالف. الصورة هنا بتورينا دي من داخل الهارت برضه اهو، شايفين المنظر بتاع الترابيكولا كارني الشبكات دي والبابيلاري ماسل اللي هي بابيلا زي فينجر بروجيكشن طالع منها الكوردة خيوط دي اللي هي الكوردة تندين اللي بتمسك في الايه الكاسبس بتاعة الفالف. كالعادة برضو الاوبننج اللي هتفتح فيه الرايت فنتركل هيفتح فيه ده الرايت فنتركل اهو ماشي مع الرايت فنتركل للرايت اتريوم موصل البلاط بيه بالترايكاسبيد اورفيس اللي هي جوردد باي ذا ترايكاسبيد فالف. طيب ايه اللي هيوصله وطالع منه؟ ده اللي هو السموث اوت فلوينج بارت اهو بيوديني على البلمونري ترانك، فدي بتبقى جوردد باي ذا بلمونري، بيبقى دي بلمونري اورفيس وجوردد بحاجه اسمها بلمونري فالف. تمام يبقى عندي بلمونري اورفيس وفالف وعندي ترايكاسبيد اورفيس والفالف بتاعها. بعد كده بنتكلم عن اخر تشامبر في الهارت اللي هي الليفت فنتركل. الليفت فنتركل بيبقى سيركولار في الكروس سيكشن زي ما قلنا مقارنه بالرايت، الرايت بيبقى السيمي ليونر. الثيكنس بتاع الوول واضح الفرق اهوت 3 تايم ان ثيكنس اكتر من الرايت فنتركل.
نفس القصة بتاعت انه بيبقى مقسوم بالسوبرا فنتريكولار كريست اللي سموث اوت فلوينج بارت وراف ان فلوينج بارت. السموث اوت فلوينج بارت هنا بيبقى المرة دي بيطلع منه الاورطة، فبالتالي بيبقى اسمه الاورتيك فيستيبيول. الانفلوينج بارت كالعادة راف، في ترابيكولا كارني، في بابيلاري ماسلز، في كوردة تنديني، بس هنا البابيلاري ماسل عددهم كام؟ عددهم 2 anterior and posterior only. ليه؟ لان انا عندي هنا الكاسب ده اسمه ايه؟ اسمه ميترال، والاسم التاني ليه ممكن نقول عليه باي كاسبت فالف، ودوت بيبقى ليه 2 كاسبس اونلي. فاذا الانتيريور مع الانتيريور كاسب عن طريق الكوردة تنديني، البوستيرور بابيلاري ماسل هتمسك في البوستيرور كاسب برضه عن طريق الكوردة تنديني. يبقى الاختلاف هنا ان في 2 بابيلاري ماسلز بس، اما الرايت فنتركل كان موجود فيه 3 بابيلاري ماسلز. كمان هنا مفيش مودريتور باند، يبقى ايه؟ دي اللي هي الترابيكولا كارني، والبي اللي هي الانتيريور بابيلاري ماسل، ودي التانية اللي هي الايه؟ البوستيريور بابيلاري ماسل. الايتم الاخير اللي هو الايه؟ اوبننج بتاعت الليفت فنتركل. الليفت فنتركل زي ما كان في الرايت بالموناري وترايكاسبيد، خلاص هنا هيبقى في الليفت في مين؟ في الميترال والاورتيك اوبننج، تمام؟ اللي هي هتبقى هي مش باينه دي بدايتها، هي الاورتيك اوبننج اللي هي جاردد باي ذا اورتيك فالف، والميترال اوبننج اللي هو جاردد باي ذا ميترال فالف. مقارنه سريعه بين الرايت فنتركل والرايت اتريا والليفت فنتركل. الرايت فنتركل الوول بتاعه بيبقى سن، الليفت بيبقى 3 تايمز ثيكر زين الرايت فنتركل. في الكروس سيكشن ده بيظهر سيمي لونر، هنا الليفت بيظهر سيركلر. الاوت فلوينج بارت بسميه هنا انفانديبولوم، هنا بسميه اورتيك فيستيبيول. هنا في 3 بابيلاري ماسل لكن هنا بيبقوا 2، مفيش السته اللي مش موجوده. هنا في مودريتور باند لكن هنا مفيش مودريتور باند. دي المين ايه differences ما بين right ventricle and left ventricle. هنشفتت بعد كده لل valves of the heart. عندنا في الهارت نوعين من الفالفز. في فالفز بتبقى موجوده ما بين الرايت او الاتريا والفنتركل، بسميها اتريو فنتريكولار فالفز، تمام؟ وفي موجوده ما بايه بتبقى جارد للاورطا والبلمونري ترانك، بيبقى اسمها سيمي ليونر فالفز. يبقى عندي 2 اتريو فنتريكولار فالفز و2 سيمي ليونر فالفز. ملاحظين والتو الاتريفنتريكولار فالفز اوبند، الكاسب بتاعته مفتوحه اهي، السيميليونر فالفز بتكون مقفوله، والعكس لما دي تتقفل الاتريفنتريكولار تتقفل السيميليونر فالفز بتبقى ايه؟ تبقى اوبند. الاستراكشر بتاعنا هنا ان الاتريفنتريكولار فالفز في اللي هو الرايت ترايكاسبيد وادي الليفت ايه؟ ميترال، تمام؟ ده طبعا اورتك وده البلمونري. الترايكاسبيد دوت هيبقى بموجود بتوين مكانه فين؟ ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل. ليه 3 كاسبس بيادميت التيب اوف ذا 3 فينجرز، بالتالي هو اوسع من الايه؟ من الميترال، ادميت اونلي التيب اوف ذا 2 فينجرز. الكاسبس هنا 3، واحد انتيرور واحد بوستيرور واحد سيبتال، هنا 2 بس اللي هما انتيرور اند بوستيرور زي ما قلنا واحنا بنشرح الفنتركل. السايد بتاعه لما نشوف السيرفيس اناتومي يعني هلاقي ان الترايكاسبيد بيبقى موجود عند الفورس انتركوستال سبيس، اما بالنسبه ل ده يعني بيبقى في الميد لاين، اما بالنسبه للميترال فهنلاقيه موجود عند الليفت فورس استرنوكوستال جنكشن. اللي بعد كده السيميليونر فالفز اللي هم الاورتيك فالف والبلمونري فالف. هلاقي البلمونري فالف شايفين هو بيبقى سيمي ليونر في الاستراكشر بتاعه، بيختلف عن الاستراكشر بتاع الاتريو فنتريكولار. والبلمونري بيبقى موجود في الابر بارت بتاع الرايت فنتركل، بينما الاورطة في الابر بارت اوف ذا ليفت فنتركل. البلمونري والاورطة كل واحد فيهم له 3 كاسبس، بس التقسيمة بتختلف. في البلمونري هيبقى في عندنا 1 anterior and 2 posterior، واحد رايت واحد ليفت posterior. في الاورطه هيبقى 2 anterior واحد posterior، في right anterior left anterior وفي 1 posterior cusp.
طب المكان بتاعهم في السيرفيس اناتومي واحنا بنرسمه، هلاقي ان البلمونري فالف هيبقى موجود عند الليفت ثيرد استرنوكوستال جونكشن، بينما الاورطه بيبقى موجود في الليفت ثيرد انتركوستال سبيس تحتي. ده شكل البلاد وهو نازل من الاتريوم للفنتركل اللي هي الاتريو فنتركلر فالفز. تفتح هلاقي السيميليونر ايه بتقفل، ولما السيميليونر تفتح دي اكيد هتكون مقفوله عشان تخرج البلاد، دي تقفل وبالتالي السيميليونر تفتح تقلاه والاكزيت بتاع البلاد. طيب نشوف بقى السيرفس بتاع الهارت بعد ما عرفنا الانترنال فيتشرز وعرفنا الفالفز. ده الثوراسيك كيج بنرسم عليه السيرفس اناتومي. انا محتاجه ارسم 4 بوينتس A B C D عشان اوصل الفور بوردرز بتوع الهارت. فده اول بوردر اللي هو اللي بسميه الابر بوردر اوف ذا هارت، بيوصل ما بين اللور بوردر بتاع الليفت سكند سترنوكوستال جونكشن للابر بوردر بتاع الرايت ثيرد سترنوكوستال جونكشن، وبعدين هنزل اعمل الرايت بوردر من الرايت ثيرد سترنوكوستال جونكشن لداون تو الرايت 6 سترنوكوستال جونكشن، ده يبقى اسمه الرايت بوردر. بعد كده هوصل من النقطه اللي نهيت عنها للابيكس اوف ذا هارت، ودي بتبقى موجوده في المكان ده اللي هو بيبقى فين في الليفت فيفث انتركوستال سبيس 3.5 inches فروم ذا ميدل لاين. خلاص من خط النص كده همشي 3.5 inch او 9 سنتي في الليفت فيفث انتركوستال سبيس، السبيس تحت الريب يعني الريب رقم 1 2 3 4 5، هنزل في السبيس اللي تحتيه وده مكان الابيكس اوف ذا هارت، ودي جزء طبعا مهم جدا نبقى عارفينه. ده كده رسمت الانفيريور بوردر اللي هو باللون الاحمر. بعد كده هقفل بقى، هوصل من النقطه الاخيره اللي هي المفروض النقطه دي هوصلها للنقطه ايه، يبقى A B C D دول الاربع نقط اللي رسمنا منهم البوردرز اوف ذا هارت. طيب هنحط بقى الفالفز بتاعه الهارت. خلاص دي الايبكس. الفالف الاولاني اللي هو البولمونري فالف بيبقى موجود زي ما قلنا وهنتكلم عنه في الليفت ثيرد سترنوكوستال جونكشن، تحتيه هحط الاورتك هيبقى في الليفت ثيرد انتركوستال سبيس، وبعدين هحط الميترال اللي هو بيبقى عند الليفت فورث سترنوكوستال جونكشن هنا. بعد كده الترايكاسبيد ده هيبقى في الميدل لاين عند الليفت عند ايه قصدي اللي هي الفورث انتركوستال سبيس في الميد لاين. تمام. ننتقل بعد كده لساينسز اوف بريكارديوم. احنا اخدنا ان الهارت بيبقى انسايد بريكارديوم وده بيديله بروتكشن، وعرفنا قصه البريكارديوم. طيب في حاجه زي جيوب او سبيس او يعني ريسيسز كده اسمها ايه ساينسز، هتبقى موجوده داخل البريكارديوم. في واحد هيبقى اسمه ترانسفيرز وواحد هيبقى اسمه اوبليك ساينس. يعني ايه ترانسفيرز ساينس؟ ترانسفيرز ساينس ده عباره عن ترانسفيرز باسج بتكونكت الرايت مع الليفت سايد بتوع الايه دي الكافيتي. بمعنى ايه او كون ازاي؟ احنا كان عندنا في تو هارت تيوبز لو فاكرين في الديفلوبمنت بتاع الهارت، وبعدين حصل لهم فيوجن مع بعض وعملوا لي سنجل هارت تيوب، وبعد كده اتقسمت الى ارتيريال اند فرانشيتد ارتيريال اند وفينوس اند، ثم بعد كده بتبقى انفوجينيتد بالايه السيروس بريكارديوم وتحوطها وحصل له فيوجن اهوت كومبليتلي كده كفرد بالايه بالسيروس. طب بعد كده بيحصل ايه؟ يحصل بيندنج للهارت تيوب. تمام هتتنى، فبالتالي هيبقى فيه زي ما انتم شايفين كده ترانسفيرز باسج ماشي ما بين الارتيريال سايد والفينوس سايد. ترانسفيرز باسج ده هو اللي بسميه الترانسفيرز ساينس. تعالوا نشوف الايه الكلام ده على الهارت. لو دخلنا الفينجر بتاعنا كده فصلت البولموناري ترانك والاورطا انتيريورلي من السوبيرو فينيكيفا والاتريا بوستيريورلي، انا كده ماشي في الترانسفيرز ساينس. يبقى اذا انتيريورلي في الاسندنج اورطا لو انا داخله من ناحيه الرايت سايد بقى، يبقى الاول الاسندنج هيفصلني عن السوبيرور فينيكيفا، ثم هكمل هلاقيني بفصل الايه بعد الاورطا اللي هي البولموناري ترانك، وده بفصلها بقى من الليفت ايه اتريا بالبولموناري فينز.
يبقى anterior بالأورطة والبلمونري ترونك، و posteriorly هيبقى ال right and left ايه اتري. يبقى كده هنا ارتيريا اللي هو end اللي هي الأورطة والبلمونري from the venous اللي هما ال superior vena cava والبلمونري veins اللي هي في ال left اتري. ده المنظر هو superior vena cava، فصلتها من الأورطة، دخل امشي مع الخط الأبيض ده كده، يبقى انا دخلت داخل الايه الترانسفيرز ساينس. تمام، قدامي او ascending aorta والبلمونري ترانك او البلمونري ارتري، ورايا الرايت اند ليفت ايه اتري. الساينس التاني اللي هو الاوبليك ساينس اوف بريكارديوم، ودوت بيبقى عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ريسس زي potential space كده، او مكان احتياطي بيبقى موجود في الباك بتاع الايه الليفت اتريوم. ايه الباوندرز بتاعته؟ واضحه من الصوره دي، لو عارفين ان احنا عندنا في فايبرس بريكارديوم وفي سيروس بريكارديوم. السيروس بيبتدي يبقى الاوتر لير بتاعته اللي هي البرايتال، وبعد كده تلف هنا تبقى ايه السيروس، يبقى اللير اللي هي closely related للسيرفيس بتاع الهارت على الفيزرال، بسميها فيزرال ايه لير. تمام، الاوتر ديت المفروض ان هي البارايتال لير، وما بينهم في بوتنشال سبيس خلاص اللي هو بيبقى في السيروس فلويد عشان ايه اسمه يعمل سموثنج ليه اللي هو الجلايدنج بتاع التو لايرز على بعض. المهم هنا بيبقى في هنا ساينس انكلوزد ما بين البارايتال لاير وما بين السيروس لاير اسمه اوبليك ساينس. يبقى اذا الباوندرز بتاعته انتيرير وول هنا هتبقى الفيزرال لاير بتاعه السيروس بريكارديوم، وبوستيريورلي هيبقى هنا البارايتال لاير، وهنا البرايتال لاير بتفصله عن الحاجات اللي هي في البوستيرور ميديا ستاينم واللي هي في الريليتد للبيز بتاع الهارت للاسوفيجاس والاورطا، والفيزرال لاير اللي هي الانتيريور هتبقى سيبريت ات فروم ذا ايه ليفت اتريوم، وبعدين الابر هيبقى ريفليكشن اوف ذا ايه برايتال بريكارديوم تو بي ذا سيروس بريكارديوم. تمام، ده بالنسبه للباوندريز انتيريور وبوستيرور. و تعالوا نشوف هنا على الرايت والليفت سايد، هيبقى على الليفت سايد في الابر واللور ليفت بولموناري فينز، ده مكان الاوبليك ساينس المفروض ان هو قدامه الليفت اتريوم وراه البوستيرور ميديا ساينم واللي هي البرايتال لير اللي بتفصله عنهم طبعا. وبعدين على الرايت سايد في سوبيريور فينا كيفا، وادي من تحت الانفيريور فينا كيفا، ده مكان الايه يبقى اليفيشن للايبكس بتاع الهارت كده، وندخل صابعنا في بيهايند ات، ده انا كده في الاوبليك ساينس، يبقى هو في الباك بتاع الليفت اتريوم. الصوره دي توب فيو، ببص على او يعني شايفه هنا الرايت اتريوم والرايت فينتريكل فروم ذا توب. اللي موجود هنا ده طبعا المفروض الاورطة والبولموناري ترانك، بين الاورطة والبولموناري ترانك separating it from the right and left atrium هنا هيبقى فيه transverse sinus خلاص، يبقى separated the arterial from the A venous end. وبعدين بين او behind the left atrium هنا الرسيس ديت اللي هي الأوبليك sinus. واضح من الصورة هنا ان left atrium ده هو بيفصل ال transverse sinus from الأوبليك sinus. كده خلصنا الجزء الاولاني من الفيديو بتاعنا. الجزء الثاني هنتكلم فيه سريعا عن البلاد سبلاي اوف ذا هارت. معروف ان البلاد سبلاي لاي اورجان يعني ارتيريال سبلاي وفينوس درينج. الارتيريال سبلاي للهارت هياخد من الكوروناري ارتريز، احنا عندنا رايت كوروناري وليفت كوروناري، اما الفينوس درينج فهنتكلم عن مجموعه فينوس شانلز، في عندنا الفينا كوردس مينيمم، في عندنا الانتيرور كاردياك فينز، عندنا كمان مهم قوي اللي هنركز عليه هو الكوروناري ساينس. هنبتدي بالارتيريال سبلاي، اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي الكوروناري ارتريز. انا عندي رايت كوروناري ارتري وليفت كوروناري ارتري، زي ما شايفين في الصورة الأوريجين بتاع الرايت كورونري هيطلع من الرايت أورتيك ساينس، والليفت كورونري بيطلع من الليفت أورتيك ساينس. ده الرايت أورتيك ساينس اهوت هيديني الرايت كورونري، وهنا الليفت أورتيك ساينس بيدي الليفت كورونري أرتري.
لوجيك ان الاورطة بيطلع من الليفت فينتركل اوف ذا هارت، فان هو يديني اول ما يدي برانشز يدي للايه، للاورجان اللي طلع منه ده، البلمونري ترانك. هنا الاورطة، ادي الرايت كورونري ارتري رايت اورتيك ساينس، وادي الليفت كورونري ارتري فروم ذا ليفت اورتيك ساينس. طيب الكورس بتاع الرايت كورونري بعد ما خرج من الاورطة هيعدي، هيلاقي بين ايه؟ هيعدي ما بين الرايت اوريكل والبلمونري ترانك، روت اوف ذا بلمونري ترانك. بعد كده يكمل هنا في الجروف اللي هو الاتريو فنتريكولار جروف، ما بين الرايت اتريوم وبين الايه، الرايت فنتريكل. تمام. بعد كده بيدي المارجنال برانش بتاعه، ثم ان هو بيكمل بقى يلف للباك بتاع الايه، الهارت، برضو في الاتريو فنتريكولار جروف ما بين الاتريوم والفنتريكل. تمام، وصلنا للباك اوف ذا هارت. هنا بعد ما ادى المارجنال لف اهوت في الباك بتاع الايه، الاتريوم والفنتركل، ينزل في البوستيريور انتر فنتركلر جروب، بيدي برانش تاني هنعرف اسمه بوستيريور انتر فنتركلر اي ارتري. هنا يبقى ماشي للبوستيريور انتر فنتركلر جروب. ده بالنسبه للرايت كوروناري ارتري. بالنسبه للليفت كوروناري ارتري، هيطلع من الليفت اورتيك ساينس زي ما قلنا، هيعدي، هيلاقي نفسه بيعدي ما بين ده الليفت كروني اهو، ما بين الليفت اتريوم، ده الليفت اتريوم، وما بين برضو البلمونري ترانك. وبعدين على طول هيقوم مقسوم للانتيرور انتر فنتريكولار ارتري والسيركمفليكس ارتري، ده اللي هو بيلف. سيركمفليكس يعني هيلف، يلف للباك بقى بتاع الايه، الهارت. يبقى ادى انتيرور انتر فنتريكولار وادى سيركمفليكس ارتري. رحنا للباك اوف ذا هارت بالليفت كروناري السيركمفليكس برانش بتاعه، خلاص، وانتهى كده الايه، الليفت كروناري ارتري. طبعا كلمة كورونيا بيعمل هنا ايه، بيكمل اللي هو بيبقى انا كده انسيركلينج الهارت بالتو كرونريز، كمان وصلت ل يعني داونورد من الانتيرور اند بوستيرور انتر فنتريكولار، فهم بيبقى اسمهم كروناري لان هم نسبه لكلمه كراون او اللي هو التاج، هي اسمها شرايين تاجيه، فهي بتبقى انسيركلينج الايه، الهارت زي التاج كده. هينتهي هنا ما بين الليفت اتريوم والليفت ايه فنتريكل، ده بالنسبه للليفت كروناري ارتري. تمام، بالنسبة للبرانشز بتاعت الرايت والليفت كرونري نقولهم مع بعض في الدايجرامز. هنا هنا ده الانتيرور فيو للهارت، ده الرايت كرونري اهو، وده الليفت كرونري زي ما انتم شايفين. هيدوا الاس اي نود، الاثنين بيدوا اس اي نود، وبيدوا الاي في نود، بيدوا البلمونري والاورتك برانشز بيدوهم. بالنسبة للرايت كرونري هركز ان هو هيدي الرايت اتريوم والرايت فنتركل، الليفت كرونري اكيد بيدي الليفت اتريوم والليفت ايه، والليفت فنتركل. الرايت كوروناري ارتري هيدي هنا ايه، هيدي مارجنال برانش، رايت مارجنال برانش. تمام، قبل ما يلف للايه، للباك اوف ذا هارت. الليفت كوروناري زي ما قلنا هيتقسم على طول يعني شورت كورس، ويقوم مقسوم للانتيرور انتر فنتريكولار ارتري دين تو ذا ابيكس اوف ذا هارت اهوت، وهيدي سيركمفليكس برانش اللي هيلف لي بعد كده. قبل ما يلف بيدي مارجنال، ماشي، اللي هو الليفت مارجنال برانش. يبقى انا عندي رايت مارجنال ده من رايت كورونري، وعندي الليفت مارجنال جاي من الايه، من السيركمفليكس برانش بتاع الليفت كورونري. نكمل بقى في البرانشز اللي هي في الباك اوف ذا هارت. انا وصلت بالرايت كورونري، لف هنا هيدي ايه، هيدي بوستيريور انتر فنتريكولار ارتري، بيبقى سبلوينج البوس فنتركل. تمام، والبوستيرور ثيرد بتاع الانتر فنتريكولار سيبتم. بالنسبه للانتيرور انتر فنتريكولار اللي هو جه من الليفت كرونري هيسبلاي برضو البوس فنتركلز زائد الانتيرور تو ثيرد اوف ذا انتر فنتريكولار سيبتم. تمام، برضو استكمالا لبقيه البرانشز، عندنا اللي هو السيركمفليكس اللي جاي من الليفت كرونري لف اهوت، خلاص، وهيدي البوستيرور فنتريكولار برانش للليفت back of the left ventricle، ودي بقيه البرانشز من اللي هي للاس اي نود للاي في نود، دي طبعا طالعه سواء من الرايت كورونري او من الليفت كورونري.
نجمع بالكلام اللي قلناه على التو كورونري ارترز الاوريجين بتاعهم ده من الرايت اورتيك ساينس، الليفت كورونري من الليفت اورتيك ساينس. الاثنين بيدوا اللي هو الاورطه والبومينت رانك، وبيدي الافي نود والاس اي نود بنسب يعني بتبقى اكتر للرايت كورونري من الليفت كورونري، بس الليفت كورونري بيدي للافي باندل والتو برانشز اللي هو الرايت والليفت برانشز باندل برانشز بتاعه الايه الاي في باندل. بعد كده الرايت كورونري يدي الرايت اتريوم والرايت فينتركل، اكيد الليفت بيبقى الليفت اتريوم والليفت فينتركل. هنا طلع من الرايت كورونري اللي هو المارجنال برانش اللي بيسبلاي الرايت فينتركل، هنا برضو بيدي مارجنال برانش بيدي الليفت فينتركل، وبيدي كمان ما ننساش نقول السيركمفلكس والانتيرور انتر فينتركلر. خلاص هنا ال posterior interventricular artery supply both ventricles و posterior one third of the interventricular septum، هنا ال anterior interventricular artery بي supply both ventricles برضو، و ده طبعا لل يعني ال anterior surface بتاعهم وال anterior two third of the interventricular septum. ده كان بالنسبة لل arterial supply. بالنسبه للفينوس درينج اتكلمنا ان انا عندي في فينا كوردس مينيماي، وعندي انتيرور كارديال فينز، وعندي الساينس. ده بالنسبه للانواع بتاعه الفينوس درينج للهارت. هنبتدي بالفينا كوردس مينيماي، وهي دي بتبقى عباره عن ماينوت فينوس شانلز بتفتح في كل الهارت تشامبرز، بس مينلي هلاقيها في الرايت اتريوم. تاني حاجة الـ anterior cardiac veins، anterior cardiac veins شايفين مكانهم بيبقوا موجودين اهوت عند الـ اللي هو draining للـ right ventricles، وبيفتحوا في الـ ايه زي ما قلنا في الـ right atrium. من ضمن الـ opening in the right atrium كان في anterior cardiac veins مع أكيد الـ vena cordis minima، ودول قلنا هنقولهم في الـ venous ايه drainage of the heart. أهم واحد فيهم بقى اللي هو الـ coronary sinus. الـ coronary sinus عبارة عن short dilated venous channel بيبقى طوله حوالي 2 سنتي، موجود في الباك بتاع الهارت. بيظهر هنا عبارة عن venous channel اهوت في الجروف اللي ما بين الليفت اتريوم والديافراجماتيك سيرفيس بتاع الليفت فينتريكل، يفصل atrioventricular groove between the left atrium and the left ventricle. هنا الاقي الكورونري ساينس بيفتح فين؟ فاكرين هيفتح في الرايت اتريوم. في الرايت اتريوم ما بين الاوبننج اوف الانفيريور فينا كيفا اند الترايكاسبيد اورفيس، تمام؟ يبقى ده مكان الاوبننج اوف ذا كورونري ساينس. في البوستيرور وول بتاع الرايت اتريوم بتوين ذا اوبننج اوف ذا انفيريور فينا كيفا اند الترايكاسبيد اورفيس. بالنسبه للتريبيوتريز، عندي 5 تريبيوتريز للكورونري ساينس: جريت كاردياك فين، ميدل كاردياك فين، small cardiac vein, oblique vein of the left atrium, posterior vein of the left ventricle. عشان نحفظهم هنشوفهم على الصور اسهل. احتاج anterior view للهارت يظهر عليه ال great cardiac vein. ال great cardiac vein زي ما انتم شايفين كده جاي من ال apex of the heart ascend upward in the anterior interventricular groove، ماشي مع مين الارتري ده اللي هو ال anterior interventricular artery، يبقى هو اللي ماشي مع جريت كاردياك فين. الفين يلف عشان ينتهي في الباك بت ايه في اوف ذا هارت، ينتهي فين؟ في الليفت اند اوف ذا كورونري ساينس. طبعا درينينج بوث فينتريكلز وينتهي في الكورونري ساينس. باقي التريبيوتريز بتاعه الكورونري ساينس هشوفها في البوستيرور فيو اوف ذا هارت. هشوف مين؟ هشوف عندنا بقى اللي هو الميدل، احنا خدنا الجريت كاردياك يبقى بعدين ميدل كاردياك فين ماشي في الدرين برضو هنا هوت الايه بوز فينتريكلز، ماشي في البوستيرور انتر فينتريكولار جروف اسند ابورد من الايبكس ابورد كده، ماشي مع الميدل مع مين؟ مع البوستيرور انتر فينتريكولار ارتري يبقى الميدل كاردياك فين، مع البوستيرور انتر فينتريكولار ارتري والفين ده هينتهي في الرايت اند بتاعه الكورونري ساينس. يبقى اللي جالي من هنا ده مين؟ ده الجريت كاردياك فين في الرايت، في الليفت اند. في الرايت اند هنا الميدل كاردياك فين. مين كمان بينهي في الرايت اند بتاع الكورونري ساينس؟ الفين ده، ده هيبقى مين؟ هيبقى السمول كاردياك فين، وده بيبقى ماشي مع الرايت كورونري ارتري.
خلاص، وهينتهي في الرايت اند. ده دريننج برضو، هنا الرايت اتريوم برضو وفين، يبقى الاريا اللي هو ماشي ما بينها بيعمل لها دريننج وينتهي في الكوروناري ساينس. باقي يبقى احنا كده خدنا الجريد كاردياك والميدل كاردياك فين، الجريد في الانتيرور انتر فينتريكولار جروف، الميدل كاردياك فين في البوستيرور انتر فينتريكولار جروف، السمول كاردياك فين ماشي في الاتريو فينتريكولار جروف مع الرايت كوروناري في الباك اوف ذا هارت. اخر اللي قبل الاخير مين هنا، ده عندنا اسمه اوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم، وده بيبقى ماشي اوبليكلي على الباك بتاع الليفت اتريوم وبينتهي في الليفت اند بتاعه الكوروناري ساينس، دريننج طبعا من اسمه الليفت اتريوم. اخر واحد عندي البوستيرور فين اوف ذا ليفت فنتركل، وده بيبقى ماشي على البوستيرور سيرفيس اوف ذا ليفت فنتركل وبينتهي في الميدل بتاع الكوروناري ساينس، يبقى بيدرين الليفت فنتركل ان ذا ميدل اوف ذا كوروناري ساينس. ده كان بالنسبة للتروبيوتريز اوف ذا كورونري ساينس، وبكده نهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى ان يكون سهل وبسيط، وجود لك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.